يبدأ عماد الصابري صباح كل يوم بالتوجه إلى مصنعه الخاص بصناعة الحلوى في مسقط، والذي أسس في أربعينيات القرن الماضي. هذه الحرفة التي باتت جزءاً من حياته اليومية تشكل أيضاً مصدر دخل له ولأفراد أسرته. أتناها هذه المهنة من جدنا، والدنا علمنا احنا المهنة، واحنا ان شاء الله بنعلم ابنائنا. وطبعا هذه مهنة توارثها العمانيين منذ القدم، وهي ارث قديم للعمانيين، والعمانيين اشتغلوا في هذه المهنة، وتعتبر الحلوى العمانية هي سفيرة الوجبات الحين في عمان. اي زائر يزور سلطنة عمان لازم يقتني الحلوى العمانية لاصحابه، للناس اللي موجودين عنده، ولا والناس تطلب منه الحلوى العمانية، وكذلك العمانيين لما يسافروا للخارج يشلوا الهدايا الحلوى العمانية. للحلوى العمانية انواع متعددة تميزها من غيرها من الحلوى في الخليج، فمنها الحلوى بالعسل، واخرى بالتين، والحلوى باللبان، والحلوى بالمكسرات بلونيها الاسود والاصفر، والتي تتميز بمذاقها المختلف، تنوع أكسبها شهرة واسعة داخل البلاد وخارجها. للحلوى العمانية أنواع متعددة، قديما كان فقط نوعين من الحلوى العمانية اللي هي الحلوى البيضة والحلوى السودة، أما الآن في كثير من الأصناف، ومرت مراحل صناعة الحلوى العمانية بعدة مراحل وتطورت تطور كبير. الحين عندك الحلوى باللبان العماني، عندك الحلوى بالعسل، في عندك حلوى بالتين، وعندك الحلوى بالخبز العماني، فصارت أصناف كثيرة للحلوى العمانية. كذلك عندكم أواني جدا مختلفة. وطبعا الحلوى الان اصبحت مش على مستوى محلي، لا، اصبحت على مستوى خليجي وعالمي. يعني في كل اي شخص يسافر الى اي دوله عالميه لابد ان تكون الحلوى حاضره في جميع المحافل. السكر والماء والنشا وسمن البقر مكونات تدخل في صناعه الحلوى العمانيه، كما يضاف إليها البيض وماء الورد والهيل وقليل من المكسرات، وفي بعض أنواعها الزعفران، في عملية تستغرق بضع ساعات. الحلوى رفيقة العماني في أفراحه وأتراحه، ويكاد لا يخلو بيت عماني منها، فهي جزء من العادات والتقاليد التي ارتبط بها الإنسان العماني منذ القدم. عيد الخويطري، تيريتي عربي، مسقط.